بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، وياكم اليوم بفيديو جديد من سلسلة دروس برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية باستخدام CSS. إن شاء الله درس اليوم راح ناخذ خاصية الديسبلاي أو العرض. خاصية الديسبلاي يعني صراحة ما راح اقدر اشرح لكم اياها بشكل مفصل، بس بالتطبيق العملي راح تفتهموها بشكل كلش واضح ومفهوم. خلنا نبدي رأسا بمثال. هسه هاي صفحتنا احنا الفارغة هسه حاليا ما بيها اي شيء. خلنا نفرض ان نريد نسوي فد قائمة لي فوق، يعني شايفين لما تطبون اكثر المواقع تلقون قائمة لي فوق، مربعات، وحدة بصف اللوخ مثلا الرئيسية، من نحن، وهكذا. جود تفكرون شلون سوينا هالقائمة، والناس قالوا انه نسوي تيبولات ونخليها، ناس قالوا نخلي ديف بصف ديف ونخليها، بس سي اس اس هاي الطرق يعني غير مسموحة. ليش؟ لانها تعتبر طرق من ايام التسعينات، هسه كله زمن السي اس اس، فلازم كلنا نستخدم السي اس اس. فشنو اسهل طريقة حتى انا اسوي لي مثل هاي القوائم اللي لي فوق تصير؟ هي طريقة الديسبلاي ان لاين. شنو هاي طريقة الديسبلاي ان لاين؟ خلي نسوي لنا فد مثال. خلي نسوي لنا فد قائمة اللي هي ليست، قلنا نعطيها فد عناصر مثلا روابط، مثلا هوم. خلينا نستنسخها حتى مثلا أنا عندي موقع بخمس روابط، مثلا هاي about us، هاي مثلا gallery، videos، contact us. هسه هاي list، احنا سوينا هسه list مثل ما نشوف قبالنا، سوينا ليست متكونة من خمس عناصر. هذا شكل الليست اللي احنا اخذناه سابقا، بس بالسي اس اس حتى نحوله الى قائمة مثلا القوائم اللي فوق راح نحتاج خاصية الديسبلاي ان لاين. شنو هذا الديسبلاي ان لاين؟ طبعا الديسبلاي ان لاين بالنسبة للليست يطبق على عنصرين، على القائمة ككل اللي هي ان اوردرد ليست، ويطبق على العناصر اللي هي الليست ايتم. يعني شلون؟ هسه مثلا هاي الليست مالتي، خلينا نعطيها فد اي دي مثلا نسميها منيو. هسه انا عندي ليست اسمها الاي دي مالتها منيو. لو نجي بالسي اس اس ونطبق، نكتب اي دي مالتها منيو ديسبلاي، نعطيها ان لاين، شوفوا النتيجة اللي راح تصير بالنسبة لليو ال للاندر ان اوردر ليست. شوف هو شنو فكرة الاعلان؟ الاعلان فكرتها انه يسوي كل المحتويات بسطر واحد. يعني الليست هي عبارة عن نقاط وكل وحدة بسطر، كأنما هاك دمجها كلها سواها بسطر واحد، يعني اختفت هاي، يعني كأنما هاي كلها صارت نقطة واحدة. نفس الحكي بالنسبه للديف والسبان. هسه الديف احنا لو نشوفها، يعني اذا نخلي الديف بصفها ديف شو يصير؟ يعني وحده تصير جوا اللوخ، بينما السبان بصف سبان لا، تظل مستمره على سطر واحد. هاي بالتجربه راح يعني تشوفوها هوايه. هسه احنا سوينا هاي القائمه، هسه سوينا الديسبلاي ان لاين لليو ال، صار عندي هالشكل. لو تلاحظون هسه لو انطي للليست ايتم، طبعا انا ما ادري انا ذاكر هاي الطريقه او لا، في حال انه انا اختار سلكتر، احنا اتفقنا السلكتر ينكتب بالبدايه. اذا اريد اختار فد عنصر داخل العنصر اللي انا اللي احتاجه، يعني مثلا انا احتاج الليست ايتم، فحتى ما يصير اكتب ليست ايتم راسا، لان هاي راح يطبق الليست ايتم على شكو ليست داخل الموقع. فاذا اريد اطبق الليست ايتم داخل الاي دي الفلاني مثلا اي دي منيو، اكتب اسم الاي دي وسبيس وراها وانطي العنصر اللي احتاجه. هاي في حالة اختار فد عنصر داخل عنصر. هسه ديسبلاي نسويها انلاين.
نجي نشوف النتيجة مالتنا شلون صارت. نلاحظ هسه الروابط مالتي صارت بشكل سطر واحد كلها بدون نقاط، وهاي يعني هسه احنا كنا ما بدينا نسوي اول بداية القائمة للموقع مالتنا. طبعا باقي الشغلات حتى تصير شكل القائمة، هاي باقي الشغلات هي شغلات جمالية اخذناها بالدروس السابقة، هسه راح اطبق لكم اياها بشكل سريع حتى تشوفون شلون راح تصير عندي شكل القائمة. انا شو اريد اعدل هسه؟ اريد اعدل على اللينكات الموجودة، فحتى اوصل لللينكات قلنا نكتب منيو list item اللينكات، معناها انه انا اريد القائمة اللي اسمها منيو، اريد الليست ايتم، بالليست ايتم اكو بداخله اكو عنصر اسمه اي اللي هو الروابط، هاي عدل لي عليها. مثلا نعطيها باك جراوند كلر، مثلا اي لون نعطيها. اريد البادنج مالتها حتى شوي يكبر شكل اللينك، يكبر شكل المربع مالته، مثلا 15 بكسل. بوردر مثلا اريد نعطيها بوردر 1 بكسل، مثلا بوردر ابيض مالتها. مارجن مثلا اريد ابعد اني وحدة عن اللوخ، مثلا مقدار 2 بكسل ما هو نبعدها. التكست ديكوريشن حتى الخط اللي جواها يروح نطينا. نجي نشوف النتيجة مالتنا. ها طبعا اللون بقى اللي هو اخر شيء كلر. لاحظتوا هسه احنا سوينا قائمة كاملة مثل اللي نشوفها بالمواقع. هاي قبالنا، مجرد انه استخدمنا خاصية الانلاين للليست حتى تصير كلها بسطر واحد، وراها طبقنا قواعد السي اس اس اللي اخذناها بالدروس الفاتت. يعني طبقت هسه انا 3 دروس بهذا الدرس، بس مجرد حتى اراويكم شلون نستخدم خصائص السي اس اس. هاي بالنسبة للديسبلاي انلاين. الديسبلاي بها خاصية لوخ اللي اسمها نان، يقابلها بالجهة اللوخ خاصية اسمها فيزيبيليتي. شنو الفرق بين الفيزيبيليتي والديسبلاي؟ هن اثنيناتهم ان شاء الله نفس الشغل، بس اكو فد فرق بسيط بيناتهم. الفيزيبيليتي من تطيف الشيء مثلا هذا سوي له هيدن، المساحة اللي كان يشغلها هذا العنصر يبقى ماخذها، بينما ديسبلاي من تقول لنان لا راح يخفيها، يعني هذا المساحه حتى المساحه يعني يوخرها. هسه راح نسوي نفس المثال. نزلنا في السطرين حتى ما نخبط بشغلنا. مثلا انا حسوي ديف هسه، نعطي اي دي مثلا هايد 1. اوكي هذا ايش راح يعني نطبق عليه؟ مثلا نقول this div راح نطبق عليه مثلا visibility. اوكي هذا راح نطبق عليه visibility. مثلا الديف اللي وراه نعطي id مثلا نون 1، مثلا this div راح نطبق عليه النون حتى شوي نكون يعني الصورة تكون واضحة. لنا نسوي لنا 2 لوخ. هسه راح بالسي اس اس حنطي الكل اي دي، انطي خصائص مختلفة بس مجرد حتى اميز الالوان بيناتهن حتى تشوفون اللي دا يصير. مثلا هايد 1، نطي باك جراوند كلر اي شيء ما ياثر، نون 1 نحطي باك جراوند كلر. نفس الحكي بالنسبة للهايد 2 والنون 2. خلينا نغير الالوان مالتي حتى شوية تكون تنويع بالالوان. البرتقالي هاي احتاجي
نجي نشوف التطبيق مالتنا. هسه انا عندي اربع دفات، لو تلاحظون هذا الوردي الازرق البرتقالي بنفسجي. هسه راح نطبق على الثاني عنصر، ثاني عنصر حنطبق عليه display none، ثاني عنصر اللي هو النون واحد حتى نتأكد أكثر، ثاني عنصر اللي هو ID مات النون واحد، النون واحد حنطبق عليه display none. display none راح تخفي والمكان اللي كان حازه حيروح كليته. نجي نشوف نتيجة التطبيق، لاحظتوا صار عندي كأنما أنا بس ثلاث دفات موجودة عندي، والمساحة اللي كان حاجزها راحت. هسه الفيزيبلتي هذا البرتقالي ايش راح ننطيه؟ راح نعطيه فيزيبلتي هيدن. البرتقالي هذا نعطي الفيزيبلتي هيدن. التطبيق مالتنا شوفوا على البرتقالي انه اختفى الديف البرتقالي، بس المساحة اللي كان ماخذها بقت موجودة. فمن هاي نعرف انه display none راح تخفي العنصر وما راح تبقي مكانه محجوز، بينما visibility hidden هي راح تخفي العنصر وبس المكان يبقى مالتها محجوز. طبعا هاي راح تفيدنا بغير اماكن، مثلا نستخدم jQuery او نستخدم المسجات، مثلا المسج اللي تطلع لنا بمواقع مثلا الايرور، او مثلا سجلنا وقلنا تم التسجيل بنجاح. يعني هاي مال display hidden راح نحتاجها بهواي اماكن. ولهنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، شرحنا بها خواص عرض العناصر على الموقع. انتظرون ان شاء الله الدرس الجاي نحكي عن شلون نرتب هاي العناصر داخل الموقع، وشلون نعطي توزيع لكل وحده داخل صفحه الويب مالتي. ان شاء الله انتظرون الدرس الجاي. سووا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو، سووا لايك لصفحتنا على الفيسبوك حتى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تحياتي لكم، مع السلامة.